انا ايوه زاد الميكرو سي طيب يظهر لي اليوم فرصه تاع لم الشمل اليوم قدماء ملعب نابلي موجودين اليوم عيد ميلاد ملعب نابلي 84 سنه كنا نحكيو مع سي فوز يظهر لي تاريخ كرة اليد في الملعب النابلي خاطر برشا يقول لك الفرع ما فيهوش القاب لكن فيه تاريخ لا التاريخ ما ينجم حتى حد يمحيه عجلتي يعني تضحية كبيرة تاريخ موجود انا شخصيا عندي كراس فيها وقتها كانوا رخيان صحفيين يهبطوا مش مقالات يقولوا يحكيوا على الماتش كامل من الاول للاخر بدقيقه بدقيقه يهبطوها سواء كانت في البيتي ماتان ولا لابريس ولا في الصباح انا قصصهم ديجا وحاططهم مصورهم كل وقت كاين من الستينيات والتصاور نتاع الجمعيه تبقى فكل وقت كاية في 63 على رجال ملعب نابي اول ما بدا جمعيه في السنيور اهو الاول عام في الثاني عام الثالث عام عمل ليكيب جونيور ليكيب جونيور كما قال خويا فوزي كانت ليكيب جونيور اون ايكيب هوموجين يحبوا بعضهم نهار كل مع بعضنا نهار كل نترناو كل يوم هذا ما فماش قطيعه وحدنا زاد ما عندناش اونترينور كان خونا حبيب بعوينه يراني فينا واحنا صغار فهمت هو واقف وكان المرحوم الطاهر بحرون الله يرحمه الله يرحمه نجم نقول لك اشتر حياته عداه في الملعب النابلي وفي التيران طاهر بحرون حتى في التيران يضمه هو يضمه ويعملوا تراساج وضحى فهمت كان ان جرون جوور باسكيت لعب مع سيد حبيب قال علي فهمت دونك كان فما جو في الملعب النابلي وبعد خلقوا الاداني وخلقوا المدارس كانوا عندنا زوج دوز ايكيب كادي ودوز ايكيب منين وكيب جونيور كانت الهيئه المديره كانت تراهن على الشباب وعلى الجوناس وكانوا عندنا اون جرون بيبينيير هكا شحال الاونبور شد مده وبعد البوليتيك بتاع صدنا بنيا تبدلت ولات لاية تحب لاية بالكبار وسلمت بالصغار بعد الرولاب ما عادش قاد الرولاب هذيك مش كنت برشا في راسي اللي همش الصغار نتاعو ما عادش يلقى على الرجال يبداو يلوجوا في التيتر وسلموا في الصغار وبعد يوليو يشتريوا في الكبار من جمعيات اخرين فما جمعيات ولا تكون سبيشاليتي نتاعها تكون في الشباب وجمعيات اخرين عندهم الفلوس يشتريوا في تاريخ كبير برشا تاريخ ما يتنحاش وهذه الفرصه باش نذكروا التاريخ هذايا فرصه وانا مشيت انا اقول كل ما هو قام وصرف على الملعب النابلي نقول له كانوا حي نقول له ربي يشد بصحته ويرحم والديه على جال ضحى على حساب عائلته على حساب صحته على حساب وقته وكانوا من ميتين عندنا ياسر اللي ماتوا ان شاء الله ربي يرحمهم وان شاء الله يرزقهم بالجنه وان شاء الله هذه فرصه وراديو ماد نشكروه على الفرصه هذه على جال ممكن هذه تكون هي الشرارة الأولى باش يلم زونسيان جوار حتى يلموا العائلة الكبيرة حتى الناس كل تتلهى بالملعب النابلي ونحطوا ممكن بريسيون شوية على المشرفين الحاليين اللي هما جوني كيب زاد المشرفة وباهية وقاعدة زاد تضحي أما باش نبزوها باش زاد تتلهى بالشباب باش غدوا نلقاو الشباب هذايا والملعب النابلي مدرسة قبل كل شيء مدرسة ونحبوا احنا بلادنا يترعرعوا في الملعب النابلي وغدوة هما المشعل هما باش غدوة نلقاو باش أول حاجة ياخذوا علينا وياخذوا إن شاء الله إن شاء الله دونك مشكور سي فوزي مشكور سي طيب